يعني الموضوع الحكومة الإلكترونية مصطلح يحتاج إلى مصاريف كثيرة يعني، وهذه ما ترصد بسهولة يعني. لازم عندنا احنا لجنة الحكومة الإلكترونية نعمل تحت مظلة، احنا الفساد عندنا واصل لهنا، متغطين بالفساد. احنا الفساد اليوم اذا الدولة ما تعطيكم فلوس حتى تحاربون الفساد. لا لا ست، مو ما تعطينا، لا لا ست، بس هذه موضوع التخصيصات المالية تجي بطرق احيانا تكون بطيئة شوية. اذا رجعنا على البيروقراطية، اذا هي الدولة حتى تصرف لكم طبعاً فلوس. طبعا ست اكيد، اذا هم رجعنا للروتين والابتزاز والبيروقراطية. احنا هسه كدائرة في مركز البيانات الوطني، انت حتى تريد مني منجز لازم توفر لي كل هاي الاشياء. متوفرت لكم يعني بشكل الى حد ما موجودة يعني، إلى حد إلى عام أكو، بس يعني على رصد المالي. يعني هذا أنا مو اختصاصي أتكلم به حقيقة. نعم. يعني أنا رجل فني يعني. انعدام الرصد المالي يؤدي إلى انعدام الخطوات العملية. لا لا مو انعدام، لا لا مو انعدام، خلينا نقول عدم تكامل الرصد المالي. تعرف أنه التحول الرقمي في العراق سجلها هاي النقطة عليه، ونتلاقى بال 2028-2030 إذا الله كتب نعمر في هاي القناة، إذا صار أتمته إيرادك ما يقارب 50 إلى 100 مليار دولار. صحيح كلامك، صحيح 50 إلى 100 مليار دولار. موازنة العراق 122 مليار دولار سنويا. اذا احنا نتكلم على موازنه سنويه الى حوكمه واتمته، هل هذا مخصص في لا لا استاذ هاني هاني اول لا استاذ رؤيه وطنيه استاذي ل 20 سنه لحوكمه واتمته العراق لرؤيتنا 4 سنوات واطلع اني استاذي استاذي العزيز، احنا ممكن تتحقق بنسب، انا ما اقول لك 100% صح، يعني احنا نحقق نسبه ويشوف المواطن فرق. اليوم احنا بامكانيات بسيطه، اليوم روح ادخل على اي دائره من دوائر الدوله واسال على موضوع صحه الصدور، او اسال على كثير من الخدمات الالكترونيه. المواطن بدا يلمس هذا الشيء بدا يلمس، لكن يحتاج الى وقت ويحتاج الى فلوس. نعم.